وكل الكيد الذي تتعرض له هذه الدعوة وكل المضايقات والمشكلات تزيدها ولا تنقصها. كثير من الجهال يظنون أنه عندما تضايق الدعوة وتغلق مؤسساتها ويسجن بعض المتكلمين فيها والأفراد أنها ستتراجع، ولكن ذلك غلط تاريخي، فما حصل ذلك في بلد إلا تفجرت فيه ينابع هذه الدعوة، تضاعفت مؤسساتها وتضاعف عطاؤها وأداؤها. في مرة من المرات كانت مضايقة هنا لبعض الدعاة في هذا البلد، فسجن بعض الأئمة وبعض الخطباء، لكن تفاجأ الناس بأن الكلام والوعظ والدروس في المساجد تضاعفت، وما عرفوا من أين جاء أولئك ولا من أين خرجوا. لم يكونوا معروفين ولم يكونوا يتكلمون من قبل على المنابر، لكن عندما أتيحت لهم الفرصة انتهزوها، فأبرزهم الله جل جلاله في وقت الحاجة إليهم وأخرجهم.